منتخب مصر منتخب مصر منتخب مصر منتخب مصر اللي عايز يقول حاجه. كل واحد عنده ملف. مباراتين مهمين، تجربه كويسه بين مدرستين مختلفتين، زامبيا والجزائر، شمال افريقيا وافريقيا وسط افريقيا. نتعشى من الراجل بقى يبتدي يعني يحط عينه على العناصر بقى الحقيقيه اللي هيعمل بيها التشكيل الاساسي، لان المرحله الجايه طبعا صعبه. ضمم هو انا شايف ان الاختيارات كويسه جيدة بتاعته جدا جدا يعني استثناء كهربا، يعني الناس اللي يعني بعض علامات استفهام بالظبط يعني. هي طبعا وجهه نظره كده، انما اللي شايف القائمه اللي موجوده قائمه متكامله. نتعشى من ان هو يحط بقى يعني يبتدي يركز على الشق اللي هو الاساسي او العناصر الاساسيه للفتره اللي جايه. جيمي بص يا كابتن، يمكن القائمه دي من افضل القوائم اللي اختارها فيتوريا، ولكن انا بشوف ان فيتوريا من المدربين اللي كان عندهم حظ شويه في حته انه 13 شهر بدون ماتش قوي مع منتخب مصر، فالمفترض انه يكون حاطي دي بقى خلاص على كل حاجه، خاصه الفتره الجايه فتره مهمه، الفتره الجايه فتره مهمه جدا. انت بتتكلم في الشهر الجاي انت عندك ماتشين تصفيات كاس عالم، بعد كده هتبدا في كاس امم افريقيا. تعليقي الوحيد بس على القائمه هي حته يعني انا بتكلم فني، حته انك انت تستدعي محمد صبحي. محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك، حارس كان من 4 سنين كان حارس مميز جدا مع المنتخب الوطني الاولمبي، وكان سبب رئيسي في الفوز بالبطوله، ولكن مستواه متراجع بشده الفتره اللي فاتت. يمكن فيتوريا من عواد لعب بالظبط في اول معسكر خالص لفيتوريا دخل في زي مشكله كده مع احمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، والراجل خرج خلاص بره حساباته. ولكن هل الدوري المصري ما فيهوش لعيبه ثانيه؟ لا، عنده محمد بسام، عنده زنفولي مع الداخليه رائع بشكل كويس، علي لطفي مع زد عامل موسم كويس جدا، عنده عدد من الحراس كويسين. ولكن هو الراجل تبريره في الحته دي انا بشوفه ان هو خطا برضه، في حته ان انا عندي حارسين كبار الشناوي وابو جبل، فبجيب حارس صغير ثالث. نفترض ان انت، انا عارف ان زامبيا والجزائر اي حارس هيلعب ماتشين في الاول وفي الاخر ودي، ولكن بعد كده هتبقى انت محتاج الحارس حتى الثالث معاك جاهز، زي ما حصل في امم افريقيا والثلاثه لعبوا، لدرجه ان في مباراه المغرب كان الثلاثه بيلعبوا المغرب وكوت ديفوار. في الفتره الجايه زامبيا والجزائر انا بشوف ان ده الاختبار الحقيقي لفيتوريا، لان دولت اول معسكر يكون فيه الماتشين منتخبين كبار، وكله عايز يستعد بشكل قوي ويوري لكل المنتخبات انه قادر على المنافسه في كاس امم افريقيا وفي تصفيات كاس العالم. الجزائر شفنا تصريحات طبعا جمال بالماضي، وانه بيتكلم ان المباراه دي مهمه جدا بالنسبه للمنتخب. اتمنى ان يكون لعيبه منتخب مصر عندها بقى الرغبه في ان هي من تاني ترجع الكل لان هو يبقى عنده الشغف لان المنتخب الفتره الجايه يكون منافس قوي على كاس امم افريقيا. لا اقصد ان اللعيبه تكون عندها قدره على ان هي ترجع الناس تاني، ان هي تبقى خلاص عندها كابتن عندها هدف ان بطوله امم افريقيا زي بطوله امم افريقيا الاخيره. الناس كانت لما حست ان المنتخب من بعد خساره نيجيريا انه خلاص من مباراه غينيا بيساو عنده الرغبه في انه يعدل من اموره ويركز على بطوله امم افريقيا، حصل ايه؟ حصل ان الكل كان مستني ان المنتخب ياخد البطوله. حتى لما خسرنا ركلات ترجيح ما شفتش ان الزعل كان على قد الخساره بس، لكن ما زعلوش من اللعيبه. بتمنى الفتره الجايه يكون في مساعده لفيتوريا في الماتشات الوديه، خاصه اللي قبل امم افريقيا. الراجل هيحتاج معسكر طويل، اتمنى تحقيقه ليه، وان احنا نفضل طبعا انت بتتكلم على كاس امم افريقيا، منتخب مصر هو الاعلى في الفوز بالبطوله دي. اتمنى المنتخب يتم طبعا الفتره الجايه الاستعداد بتاعه يكون بشكل قوي جدا، وده النجاح للتصفيات بعد كده امم افريقيا اختبار حقيقي. هتعملها ازاي دي من ولاعيبه الاهلي عندها ماتشات لغايه اخر شهر 12 اساسا دي لغايه اخر ديسمبر كاس عالم انديه وكاس سوبر للانديه الابطال بالظبط. انا وجهه نظري كابتن ماتشين مهمين جدا يفرقوا معاك كمان في التصنيف بعد كده، لما تيجي عمليه النقاط وتحتاج للتصنيف بتحتاج انت تكسبهم. يعني عندي بس طلب او استفسار لروي فيتوريا، وهو على فكره مدير فني كبير جدا ما حدش يقدر يختلف عليه، لا طبعا، وليه اسمه في البرتغال، لكن ليه هو بيعلن القائمه قبل الجوله الاخيره؟ يعني احنا فوجئنا مثلا امام عاشور اتصاب فغير في القائمه، محمد صبحي واصل اخطاء فتحس ان الراجل اتحرك خلاص انا اخترته، فيعني كان ممكن بعد مباراه الزمالك والبنك يستنى لحد ما المباراه تنتهي خالص ويعلن القائمه بتاعته. النقطه المهمه بالنسبه لي الحضور الجماهيري، اتمنى ان الناس كله بياكل من نصيبي. ايوه لا والله انا ملاحظ الماتشين الماتشين بتوع منتخب مصر هنا سواء تونس يعني حتى ماتش تونس، انت لا تخيل انت لو تلعب الماتش تونس ده في ملعب رادس، تخيل شكل الجمهور هيبقى عامل ازاي والدعم. تخيل جمهور الجزائر لو بتلعب في الجزائر الاستاد بيبقى متقفل، المغرب الاستاد بيبقى متقفل. ليه احنا عندنا حته قوي الموضوع ده قوي ليه احنا عندنا اسلام جاب المباريات الثانيه الجمهور عامله ازاي في المباراه الثانيه بلا استثناء الناس حتى ترجح يعني كل استاد فل تبقى متقفله ترجح كفتك وشده كمان. فانا اما منتخب بلدي بيلعب ومعايا نجوم كبار
بحجم محمد صلاح وبحجم لعيبه النادي الاهلي ولعيبه نادي الزمالك ولعيبه المفروض محترفين زي عمر مرموش لو لحق او انضم للمنتخب، يعني اسماء محترمه. اتمنى ان الجمهور يعني يبقى في ظهر المنتخب في الماتشين دول. طيب. اتمنى ان الناس تبعت رساله للمنتخب ان ماتشات المنتخب مش اقل قيمه من ماتشات الانديه. صحيح. لازم بقى دورنا نتكلم في النقطه دي ونبرزها، ودور المسؤولين في اتحاد الكوره ان هم يعني ازاي يهندلوا الموضوع ده مع الجماهير، يعملوا صحيح. اي حاجه بقى من شانها ان هي تخلي الناس تبقى حريصه على تشجيع المنتخب. هو من الواضح وان حاجه مؤكده وخلاص تاكدت، يعني لو كان قبل كده الناس ما بتاخدش بالها منها، لا ده تاكدت ان في عدم شغف لمباريات المنتخب في الفتره الاخيره، استثنينا بطوله افريقيا حتى محمد صلاح، حتى في وجود محمد صلاح. طب ده ليه؟ النتائج؟ لا لا، الموضوع ملوش علاقه بالنتائج. ما احنا كابتن احنا نهائي كاس افريقيا والناس كانت بتطلع رحلات بتتسابق انها تروح الكاميرون، سفر يوم واحد صعب. مباراه السنغال لا، مراتي وولاد سافروا، مباراه السنغال شفنا، لكن هي الموضوع ملوش علاقه بالنتائج، خصوصا ان المنتخب كمان كنتائج ما فيش ازمه، متاهلين وبنلعب مباريات والدنيا نكسب. لا، في مشكله شغف الناس، فكره حضور مباريات الدوري بشكل محدود ده مأثر شويه. الناس بقت مرتبطه الناس مرتبطه بانديتها اكتر، هو حتى ما بيفكرش، يعني ما بيفكرش طب يا عم تعالى سيبك الجمهور في القاهره خلاص متشبع، جمهور نادي الاهلي جمهور نادي الزمالك بيروحوا ماتشات وبتاع متشبعين، انت حتى ما فكرش طب ناخد الماتشات المنتخب بالليل والدي دي، روح العب في اسكندريه، روح العب في اسماعيليه، روح العب في اسوان، روح العب في ده، حتى في الدفاع الجوي انت شايف جمهور. ما انا بقول لك جمهور القاهره. بص النهارده في الامارات كابتن خالد بيومي بيقول كده كنت بتلاقي الاهلي الاستاد متقفل. ليه؟ لان الناس يمكن الاعلام له دور. عملها اول معسكر ابو علي كابتن خالد بيومي. كابتن خالد بيومي كتب كلام خطير جدا، بيتكلم ان مباراتين وديتين لمنتخب مصر في الامارات اللي شفنا جمهور النادي الاهلي في ماتشات السوبر وماتش الاهلي والزمالك شفناه كان عامل ازاي، وماتش الاهلي وبيراميدز اللي هو بيراميدز نادي مش جماهيري بتتخانق على التذاكر، بتتخانق على التذاكر، وماتشات الاهلي في السعوديه. صحيح. وبنتكلم ايه كمان، ماتشات صلاه حتى. صحيح. مش ماتشات كوره. كان من كام يوم بيتكلم ان ازاي المنتخب بقاله فتره ما لعبش هناك كمان، يعني ما بتتحفظش على التذاكر. الاستاذ المهندس سيف الوزير رئيس الشركه المتحده النهارده كنوع من انواع تحفيز الجماهير عاملين مسابقه عشان خاطر لو بتشتري تذاكر الاطفال الصغير اللي عندك، بس انا متاكد ان يدخلوا الجمهور في الجمهور الناس هتتحمس مع مع المباريات، ولكن دي حاجه مؤكده. ماتش تونس، لو ماتش تونس ده في اي وقت تاني بتلعبوا في اي حته الماتش ده هيتقفل. ماتش تونس بالنسبه لنا انا برضو يعني انا ممكن يا كابتن اتقبل ان ماتش زامبيا يعني نوعا ما ما يبقاش في عدد كبير. لا انا لا اتقبل في لكن ماتش الجزائر زمان في الامارات المفروض اي ماتش. لا انا بتكلم يا كابتن الغريبه ماتش الجزائر كنت تلعب الجزائر او تونس او المغرب فكنت دايما تلاقي الاستاد انت هتلعب تونس انت هتلعب المغرب. الحاجه المؤكده ابو علي مفيش شغف. ليه ما فيش شغف؟ ده مش دور يعني احنا ما نقدرش، المسؤولين لازم يعرفوا ليه الجمهور مباريات المنتخب بالنسبه لهم ومع احترام انت عارف يا كابتن اسلام النهارده برتغال او ميسي النهارده مع الارجنتين بيروح يلعب في اي حته في العالم، مباريات منتخب مصر لو تلعب في اي حته في اوروبا على فكره هتلاقي الناس بتروح عشان يتفرجوا محمد صلاح. فالنهارده انت عندك في بلدك هنا محمد صلاح بيجي يلعب ماتش او يعني بيرتاح ماتش بيلعب ماتش الدنيا فاضيه، فالنهارده انت تدرس فكره ان انت تلعب الماتشات في محافظات خارج القاهره وارد، الناس ممكن عايز حلقه دي اسلام الاسباب الموضوع محتاجه ملف الجماهير عن الموضوع عن المنتخب. طيب انا عايز بس يا كابتن النهايه بقى، انا اسف معلش هنطول على حضرتك نص دقيقه، عايز اوجه الشكر لجميع النادي الاهلي في اسكندريه، عايز اوجه الشكر لجميع النادي الاهلي في القاهره اللي زحفت باكثر من 20 اتوبيس ورا النادي الاهلي في ماتشين المصري وماتش الاسماعيلي، عايز اوجه لجمهور النادي الاهلي في قطر في البطولة العربية لكرة السلة النهارده في ماتش الاتحاد الشوطين تشجيع متواصل كان ليهم سبب كبير جدا ان الفريق يكسب ويوصل للسيمي فاينل لعب سلة المغربي. عايز اشكر رابطة الاهلي في السعودية على المجهود اللي عملوه في حجز التذاكر بتاع اول مباراة انتظار الفائز من اتحاد جدة او من اوكلاند سيتي، يعني الشغل اللي بتعمله جمهور الاهلي في كل حته يستحق ان احنا نثني عليهم ونوجه لهم الشكر من قلب قناتهم وقناتنا كلنا قناه النادي. والروابط دي بقى لها دور في ماتش زي بتاع المنتخب لها دور بقى كبير يعني ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن حش على وجودك معانا، شكرا جزيلا جدا، بشكرك شكرا جزيلا ومبروك، بشكرك شكرا جزيلا يا ابو علي، شكرا جزيلا ايمن، انا بشكرك شكرا جزيلا. اتمنى ان نرى في مباراه زامبيا ومباراه، لانه الحقيقه ايمن فتح الموضوع الشغف الجماهيري ده مهم جدا جدا جدا. لما كابتن خالد بيومي يتكلم بهذا الشكل اعتقد على صفحته على تويتر كان بيتكلم على تويتر كان بيتكلم في مشكله الناس ما بتتخانقش على التذاكر ليه، ظاهره تستحق الدراسه لان هو شاف كابتن بيومي في الامارات شاف الجماهير الاهلي والزمالك يعني
بتتخانق على التذاكر من قبل شهور. انا فاكر المسؤولين مجلس ابو ظبي كانوا بيطلعوا في الجماهير ولا لا مباراه الاهلي والزمالك كانوا بيتكلموا التذاكر قبل الماتش حتى مباراه المنتخب الاولمبي لما كانت بتتلعب هناك ولا لما الزمالك انسحب من السوبر وطرحوا الجماهير لجميع الاهلي استاد كامل الجماهير اشترت التذاكر بسرعه طرحت بعد ما سحبوها من جمهور الزمالك. طيب اتمنى ان نعرف لماذا لا يكون الاستاد مليء. اتمنى ان ارى وانا متاكد يا ايمن على فكره ان شاء الله هنجد في مباراه زي دي ممكن يا ريت كابتن يبقى في تواصل مع روابط الاهلي والزمالك. بقول لك الروابط لها دور كبير قوي في حاجه زي كده يعني انا اقدر اناشد رابطه النادي الاهلي اللي موجوده في الامارات. صحيح. انا متاكد ان هيبقى لهم دور كبير جدا في امتلاء الاستاد عن اخره في مباراه سواء زامبيا او يعملوا معاهم اجتماع في الجزائر. نعم؟ يعني يقعدوا معاهم هناك يجيبوا الناس يقعدوا معاهم هناك وينسقوا معاهم قبل الماتشين. دور اتحاد الكوره انا قصدي كده مسؤولي اتحاد الكوره او المسؤولين عن تنظيم المباراه يبقى في اجتماعات مع الروابط دي ويحثوهم ان هم يبقوا موجودين بالتنسيق ان شاء الله. اخيرا والله عشان مش هنتاخر انا زي الكابتن قال واضح ان الجبلايه واشخاصها وافعالها وقراراتها لها تاثير سلبي على كل جماهير مصر، ولكن اتمنى ان يكون شعارنا جميعا والمنتخب الذي يتواجد فيه كل ابناء مصر، اتمنى الا نختزل اسم وتاريخ منتخبنا عند بعض الاشخاص المفروض علينا كروي المفروضين علينا كرويا. تابعوا الجزائر وزامبيا وحاطط لينك موقع التذاكر ده من 6 ايام. واضح ان الراجل يا عيني مقهور ان هو شايف لا مباراه بحجم مصر والجزائر من 6 ايام من زمان، لكن دلوقتي احنا اعتقد قرب الناس هتبقى موجوده ان شاء الله. الدنيا تبقى افضل وافضل خلال الفتره اللي جايه وان شاء الله دايما هنفضل في ظهر منتخبنا ودايما هنفضل داعمين وساندين زي ما النادي الاهلي دائما بيكون دعم وسند لكل ما يحمل اسم مصر. بشكركم شكرا جزيلا على تواجدكم معانا. شكرا جزيلا ابو علي. انا بشكركم شكرا جزيلا وان شاء الله بكره يكون عندنا حلقه مهمه جدا ايضا فيما يخص ان شاء الله نقدر نجيب لعيبه الهاندبول ويكونوا معانا على الهواء مباشره. لو نعم رجال طبعا لو هنعمل كده ان شاء الله هنعلن لحضراتكم على كل البروموز على قناه النادي الاهلي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وغدا حلقه جديده من البيت الكلام.